السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ راكم ملاح ان شاء الله. الفيديو تاعي يلقاكم كامل بصحه جيده. عندكم فيديو جديد وعباره عن خبز مطلوع، يجي كي القطن، يجي شوفوه منتفخ، يجي بنين، يجي خفيف قطني. نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه. اذا جربتوها وعجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه. نبداو على بركه الله في هذا الخبز. نحتاج 3 كيلات فرينه، قد كيلو فرينه، كل واحد يدير على حسب الكميه اللي بغيها تاع الخبز. نديرو ملعقه كبيره ونصف خميره تاع الخبز، ونضيف لها شويه تاع ملح منا. ما نديروش الفرينه مع ما نديروش الملح مع حدا الخميره، لانها اكسد التفاعل، يخلي التفاعل ما كانش تاع الخميره. لهذا الشيء نديرو جهه فيها خميره وجهه فيها الملح، ونخلطوا النواشف مع بعضاهم. وهنا حبيباتي نجيبوا الماء دافي، الماء يكون دافي باش نتحصلوا على عجينة تكون تتلصق تاع المطلوع وتكون مطلوقة. هنا نعجنوها مليح، رانا نضيفوا الماء. الماء ما نقدش نقول لكم شحال الكمية المناسبة، كل واحد على حسب الفرينة تاع اللي تشرب. كاين فرينة اللي تشرب بزاف الماء، مهم ندير لكم واحد الليطرة تاع الماء. الماء غير بشويه، الماء لازم نضيفوه غير بشويه باش ما كيما حنا نقولوا ما يخسر لناش العجين. ونجروها، نضيفوه غير بشويه. هنا حيباتي هاي الفرينه هنايا، نكتفوا بالماء تاعنا صاي. نعجنوها، حاولوا نلموا كامل حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. هنا حيباتي بعد ما تحصلنا على عجينه متماسكه هايلة، حاولوا نعجنوها واحد 10 دقائق. نعجنوها، نقعدوا ندو فيها ونجبو فيها مده 10 دقائق، ما تخلوش العجين تاعكم يتقطع. نجيبوا ملعقه تاع الزيت هذاك وندهنوا به هذيك العجينه تاعنا، تعطي هذيك الخفه. هنا حيباتي بعد ما عجناها نحطوها في السنيوة ولا في القصعة اللي درتو فيها، وتغطوا عليها وتخلوها ترتاح مدة ساعة ساعتين. هنا بعد ما خمرت لنا، شوفوا بعد ما فات عليها ساعتين، نعاودو نخسرو لها العجين. شوفو هنايا نخسرو لها العجين ونقرصوها. هاي هنا الخبيزة تاعنا، نقرصوها كامل ونمضوها في الفرينة ونحطوها على جهة، لأن العجين تاع الخبز هذا يجي يتلصق على هذاك الشيء باش يعطينا القطن الداخل. نقرصوها كامل. هنا حبيباتي بعد ما قرصنا كامل الخبيزه تاعنا، نخليهم يرتاحوا 10 دقائق لربع ساعه، ومن بعد نبداو نقرصوا الخبيزه تاعنا. ونزيد نخلوهم يخمروا مده 10 دقائق لربع ساعه على حسب الجو. اذا كانت دافيه الحاله خلوها نص ربع ساعه، اذا كانت في المشتا ولا بارده الحاله خلوها واحد ساعه نخلوها تخمر. هنا نحمو الطاجين تاعنا، يكون عندكم طاجين ولا مقله ما تلصقش، وبداو طيبوها من جهتين. ما حطيت الخبيزه تاعي على نار قليله، ما تكونش بزاف، كون تكون فور بزاف غادي تحرق لكم الخبز. هنا بعد ما طابت شوفوا من جهه، حاولوها من جهه اخرى شوفوا كيفاش هي تنتفخ هكذا، ونبداو نحركوا فيها حتى تحمر لنا من الجهتين باش نوزعوا عليها النار وطيب لنا من كل جهتين، ومن بعد نحمروها من جهه الحواشي.
هنا حيباتي هاول الخبز تاعنا بعد ما طاب، يجي قطني، يجي خفيف، يجي ما شاء الله. تقدموه مع شوربة، مع حريرة، مع الغذاء، مع مرقة، الله الله عليه. مطلوع هايل، ناجح 100% من أول تجربة، خاصة المبتدئات اللي ما ينجح لهم شو الخبز المطلوع، يديروه على طريقتي إن شاء الله يكون ناجح له. هو الخبز تاعنا. أتمنى حبيباتي تجربوا الوصفة، إذا جربتها وعجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة.